مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدي شبكة النهار، وتحديداً النهار رياضة. النهاردة ويوم جديد، الدبوس اهو موجود. أهلاً بحضراتكم، يا رب يحقق أحلامنا. مصر كل يوم بتمشي لقدام، من الإرهاب مش خايفين. الشارع المصري تعظيم سلام، واقف وصامد، وكمان الشارع الكروي بنحاول نظبطه. قلنا هنا وهنقول وهنفضل نرصد ومشكشكين، مش بس مكملين على كل اللي رايح شمال. قلنا الجماهير لازم يبقى فيه موقف علشان ما يبقاش العودة للمدرج شيء خطير. قلنا ده وانتظرنا القمة 019-910-109 زي ما بيسموها، وكان المفروض يبقى فيه كلام مختلف، إنما قلنا زي بعضه، خلينا نعمل التجربة التانية أو نلعب الشوط التاني مع السادة اللي مش عاوزين يظبطوا الموازين. يمكن الموازين هتظبط، إنما احنا بنقول لهم أحلامنا مستمرة. يا رب علينا وعليهم وعلى كل الشعب العربي مش بس المصريين نكون مشتركين في حلم واحد، حلم تحديد المصير. الحرب ضد الإرهاب مستمرة، بس مش ناقص كمان نفتح ميدان جديد في ملاعب الكرة. الصور والحاجات كانت كتيرة ومش حلوة في بدايات دخول الجماهير. هتظبط؟ إن شاء الله هتظبط. مصدقين إنها هتظبط؟ مصدقين، لأن إحنا هنشتغل شغلنا وهنبقى مراقبين وطول الوقت شغالين ومحذرين. إيه رأيكم؟ نشوف عناوين الأخبار ونرجع نشوف مين اللي عليه الدور والدبوس حاضر في الميعاد. رجعنا لحضراتكم تاني وشفنا كل العناوين، نيجي بقى ونقول لكم كلام في سرك. ابننا واخونا محمد ابراهيم اللي بقى على ذمه الزمالك عنده عرض 4 شهور. طبعا انتوا عارفين ان في ترك او بس، ويتقفل كمان في السعوديه والامارات اللي عرضهم اصلا باظت. عارفين كمان في ايه في موضوع في سرك؟ اول قسط هيتدفع للنادي مارتيمو
هيكون في مارس وكام؟ 50,000 دولار. أما بالنسبة للمدرب مانويل فييرا اللي هو غير فييرا الثاني أو أوزوفالدو لو حبينا نقول اسمه مش بس اسم الشهرة، قلنا لحضراتكم إن عنده 68 سنة وده كلام بره الكورة لأنه الراجل بصحة وسلامة وعافية والكورة في الراس مش في شهادة الميلاد، إنما قدامه دقايق تقريبا ويوصل لمطار القاهرة، كل ده عادي. لكن اللي مش عادي هي فكرة إنه الأوقات بتاخدنا. طبعا نجحت المهمة، احنا مش جايين عشان نقول الناس اتصرفت ازاي، انما بإطلالة سريعة هنلاقي ان الكابتن احمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك رشح نفس المدرب يوم 9 يناير عن طريق وكيل كمان اماراتي اسمه اسامة ياسين. الاخوة في المجلس الابيض فضلوا مشغولين وقتها بفييرا، فييرا التاني اللي هو غير فييرا بتاع النهاردة، علشان كان في احساس ان هو الاماني ممكن تبقى مرتبطه بيه، كل ده برضه عادي، انما كان لازم يخلص الديل ده بسرعه علشان في زحمه كده حوالين حلم الجماهير البيضاء. الزحمه دي شويه بشويه ان شاء الله بنامل ان هي تفك، خاصه لما شفنا وقت استقاله احمد سليمان وازاي اتلمت بسرعه. محمد ابراهيم مشكلته في البرتغال زي ما قلنا مسؤول عنها شركة من الشركات دي، فلازم كمان الشركة دي يتحط عليها بالبلدي كده زي ما الجماهير العظيمة بتقول بكلامنا المعتاد، لأنه ما عادش ينفع تاني تفضل هي اللي مسيطرة على الأوضاع وإحنا مستنيين هي هتخلص إيه. الدليل إنه الوصول لفييرا اللي جاي النهاردة إن شاء الله كان أسهل بكتير من التعامل مع الفاكسات وحركات الشركة. كمان عايزين نقول لحضراتكم انه ده كلام ممكن يتقال بطريقة تنزل المرة دي، لكن المرات الجاية يا ابيض عايزين كله يبقى 100%. نروح لاخونا الجميل كابتن وائل جمعة الصخرة. هو زعلان مننا، حقك يا عمنا، هو انت اصلا لازم تعرف ان انت مننا، انما مع كل جديد لازم نقول انه بقى حق الناس انها تعرف اللي بيحصل، وتعرف ان انت بذلت محاولات للملمة القصة اللي حصلت في الأوضة من رفع صوت، وهنقول ازمة بسيطة علشان ما تقولش ان احنا بنرجع لها، لكن اللي قلناه كان صحيح. الدليل ان في غرامة 20,000 جنيه على عبدالله السعيد ومارسيلو الاخ حسين السيد اللي بنتمنى، وهو قال كده مع زميلنا العزيز اسلام صادق هنا، ويكون رجع لفورمته الدماغيه. كمان لازم نقول انه انت راجل عارف يعني ايه يمكن ان يكون مدير الكره في النادي الاهلي، ولازم يبقى متاح الحقيقه من غير ما نبقى بنشوشر ولا بنقول كلام يودينا في اتجاه تاني. نفس اللي قلناه برضو على القرض اللي ب 150 مليون جنيه بيحصل اهو، احنا بنحبك يا كابتن وما عندناش غير كلمة واحدة، انت لا يمكن تكون من اللي بنحضر لهم الدبوس بالذمة. هو الاهلي هيرجع امتى؟ سؤال مهم ليكو جدا. اما بقى مسابقة رئيس احد الاندية اللي حضر الاجتماع الاخير علشان مسابقة الكاس ودعا بصوت مسموع يا رب الاهلي وام بيتعادلوا، فده موضوع مهم اهو. خزر يا عمنا وانت اهو يظهر ان انت مخاوي، ولو كنت مخاوي يبقى كلام مهم خاصة بعد انتشار فكرة العفاريت في كرة القدم. الجماعة بتوع 5 شارع الجبلاية حصروا التفاوض اخيرا، وهيتم الاتفاق زي ما قالوا مع 2 من المدراء الفنيين، خاصة ان امم افريقيا خلاص فاضلها 4 أيام وتنتهي عشان واحد منهم يشيل شيلة المنتخب. أولهم طبعا ألان جريس اللي خرج مع السنغال من الدور الأول، والتاني هيرفي رينارد وكلكم عارفينه اللي معاه الأفيال الإيفوارية. الأقرب للعمل مع واحد من الاتنين دول حمادة صدقي، هاني رمزي أو طارق يحيى.
بس على فكرة لسه فيه ناس جوه برضو بتنادي إن المهمة دي على مقاس المعلم شحاتة اللي فتح دكانه في قلعة الذهاب، وحسام البدري اللي عنده مهمة أولمبية، حلم أولمبي. إحنا مع اللي بيقولوا كده، بس لازم ننهي الأول متعلقات الناس اللي مرتبطة بعقود. نروح للحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، واللي خايف وقلقان من ماتش الأهلي والشرطة، طلع وقال في كل حتة. طبعا عارفين الماتش بكرة، عشان كده امبارح عمل حملة توعية وإرهاب من اقتحام الملعب، وهو إرهاب محمود، لأنه الجماهير لو كان طبق عليها في مباراة الأهلي والزمالك لكلا المعسكرين فكرة التلويح بعقوبة غليظة، لما قلنا في قانون غليظ قلنا لازم يبقى فيه، إنما إحنا بنقول له ما تقلقش، جماهير الأهلي أكيد مش هتهزمه ولا تخزله، ومش هتقدم أبداً أي فرص لأي حد عايز يقول عليها كلام يستاهل شكة دبوس. اهدى شوية يا حج وما تقلقش. من حج الحج يا قلبي افرح، مش هنقول يا قلبي لا تحزن. عندنا الحج محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ولوم من المجلس جديد لأنه راح هو وعبد الله السعيد دايرته الانتخابية اللي انتوا عارفينها طبعا، علشان الأخ عبد الوهاب يعمل جولة انتخابية في الجمالية، حتة جميلة من بلدنا العظيمة مصر، لأنه هو هيخوض الانتخابات. إنما يا أخوانا مصر اتغيرت، والناس ما بقتش نغمة النجوم بتفهم فيها قوي وتديك على أساسها كرسي أبدا. كل اللي هيوفر لك صوت يا حاج محمد هو فكرة إن أنت تحلم معاهم، مش إنك تروح مع حد تعمل له رخصة موتوسيكل، لا، إنما لما يروح يعمل رخصة الموتوسيكل يلاقي مكان لائق، معاملة مثالية. مساكم زي الفل يا رجالة يا أولاد الحلال، علشان تعرفوا إن إحنا بنحب البلد دي، وبنقول لأي حد اوعى تخاف على البلد دي. حاج محمد تاني ما ينفعش يكون فيه لا لوم ولا عتاب، أنت من أكتر الناس عندهم خبرة. تعالوا نروح لحالة الطلاق الكروي اللي تمت رسميا امبارح بين الاسماعيلي والبرازيلي ريكاردو. الطلاق كان بالاتفاق من غير محكمة أسرة ولا أي حاجة، مفيش نفقة متعة كروية طبعا ولا أي حاجة. قلنا لكم بعض ما كان مسكوت عنه، ولو إن المسكوت عنه أبدا مفهوش أي حاجة. تعالوا نروح لأول فقرة في برنامجنا والقصة، بس نروح فاصل الأول، اوعى حد يبعد أكتر من مترين ثلاثة لأن الدبوس موجود.